تعرف على حضرتك؟ خالد انور اخو معتقل في السعوديه اسمه حسن انور، بقاله 3 سنين و8 شهور معتقل من 1/8/2008 وبدون تهمه بدون محاكمه. ومش ما نعرفش احنا هو كل الفتره ديت قاعد هناك ليه، وكل ما بنساله ما بيتصل يقول لك انا كل المسؤولين اللي هناك بيقولوا لي ان هو ما عالوش اي حاجه وان هو خارج يعني ما فيش اي مشكله. النهارده 18/9 جاي النهارده يعني يوم الاحد 18/9 عشان ايه؟ وقفات احتجاجيه بقى لنا يجي سنه اهو، وكل اسبوع بنبقى موجودين قدام السفاره السعوديه وبنعمل وقفات احتجاجيه على اساس ان هم وعدونا كذا وعد وما بيتحققش، ان لا احنا الموضوع دوت هنحله ونشوف الناس ديت لو ما عليهاش اي حاجه هنخرجهم، وما بيحصلش الكلام دوت لحد الفتره ديت لحد النهارده. بيأجلوا لنا برده يقول لك لا الاسبوع اللي بعده الاسبوع اللي بعده، واحنا برضو مش هنتعب ولا هنمل من حكايه ان احنا ايه نقف وقفات احتجاجيه سواء عند السفاره السعوديه او وزاره الخارجيه، لان احنا ما نعرفش لحد الوقت ولا حد مسؤول من مصر ولا مسؤول من السعوديه بيرد علينا بيقول لك مين المسؤول على الناس ديت. الناس ديت مرميه من 3 سنين ل10 سنين معتقلين هناك بدون تهمه بدون محاكمه، ما نعرفش مين المسؤول عنهم وعملوا ايه دول. لو هم ما عليهمش حاجه زي ما بيقولوا هنا السعوديين، طب ما ترجعوهم بلدهم، بلدهم هي اولى بيهم لو في حاجه هتحاكمهم، انما حرام دول مرمين هناك ومحدش بيسال عنهم. يعني هو معتقل بدون اي تهمه ولا في دخل قضيه؟ كل اللي عليه ان هو تخلف من عمر الحج، جريمه التخلف من عمر الحج، يقعد 4 سنين معتقل هناك في السعوديه. مين اللي يقول ان هو عليه حاجه ولا معلوش حاجه؟ هي الايه الخارجيه المصريه ما تتحركش. ووعود كتير، وقبل الثوره وقبل الثوره ياما رحنا وقدمنا شكاوي، انا بعت فاكسات لكل المسؤولين في مصر وكل المسؤولين في السعوديه من اول الملك لجميع الوزراء سواء في مصر سواء في السعوديه، مفيش رد، مفيش حد يعني بيقول حاجه. ولا اكبر سؤال واهم سؤال بنقوله، الناس ديت عليها حاجه ما عليهاش حاجه ترجع بلدها؟ طب السفير رد عليكم النهارده في حاجه؟ السفير قال لك الاسبوع اللي بعد اللي جاي على اساس ان احنا ايه هاخد الايه الرد من الداخليه الايه السعوديه. وهكذا نفس الحوار دوت في كل مره بنيجي نعمل طالب نقابل السفير، واما بنروح برده الخارجيه المصريه يقول لك اديني فرصه اسبوع ولا اتنين، وبندي له اسبوع واتنين وشهر ومفيش رد. لحد امتى؟ لحد امتى؟ هتيجوا الاسبوع اللي بعد الجاي ولا ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي بعد الجاي يوم الثلاثاء اللي بعد الجاي على وعد مع السفير هنا، نشوف احنا ايه هنوصل الكلام دوت وهنوصل الوعود دي لايه. فين السجن حضرتك؟ فين السجن؟ في سجن عسير في ابها. اسمه رباعي ثاني معلش. حسن انور حسن ابراهيم. تاريخ الحبس؟ تاريخ 1/1/2008. ده عليه ايه؟ هات لي واحد في مصر يثبت لي ان حسن ده عليه حاجه، ولو عليه حاجه احنا مش هنتكلم. شكرا. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك منصور ابو هلال. ايه قريب مين ولا جاي لي مين هنا قدام السفاره السعوديه؟ اخويا 18/9 النهارده جاي لي مين بقى؟ جاي لاخويا انا. اسمه مش اول مره، الحاج احمد محمد هلال. سبب احتجازه في السعوديه؟ من غير اي سبب. بتاريخ كام؟ ده بقاله دلوقتي سنتين. سنتين؟ اه. بدون اي مشكله؟ حاجه خالص. طب رحت الخارجيه المصريه؟ رحنا الخارجيه المصريه ورحنا مجلس الوزراء ورحنا المجلس الاعلى للقوات المسلحه. ماشي. واخر ما تعبنا جينا السفاره هنا عشان نشوف حل. في اتصال بيه هناك في على السعوديه يعني؟ بينا احنا باهله في مصر هنا لا. يعني ما يحصلش اتصال تليفوني؟ مراته هناك. اتصال تليفوني باهله هنا؟ لا هنا لا. بقاله اكتر من سنتين دلوقتي. واولاده معاه في السعوديه؟ اه اولاده معاه في السعوديه. يعني في اقامه؟ مقيمين هناك في السعوديه معاه هناك، هم بقاله اصلا من 15 سنه في السعوديه شغال هناك، بيروح ويجي عادي. في الفتره الاخيره ديت من قبل سنتين بشويه ماشي فوجئنا انه اتحجز، ايه السبب؟ مش عارفين. ايه يعني القضيه او ايه الحكم او ايه التهمه؟ ما نعرفش. طب زوجته ما بتقولش اي اسباب؟ الاسباب ما اللي هي اقسمت بالله ان ما تعرف شيء، لان ما فعلا ما فيش شيء ما تنبي. ما راحتش هي قابلت اي حد سعودي؟ راحت كتير جدا، راحت السفاره المصريه هناك كتير، واخر مره اتقابلت مساعد الوزير الخارجيه محمد عبد الحكم، وعدها وعود كذابه زي ما عندنا في مصر بيوعدونا وعود كذابه. بالنسبه لمجلس الوزراء والخارجيه ومجلس اعلى القوات المسلحه والسفاره وعود كذابه. يعني انتوا كده منتظرين يوم الثلاثاء اللي بعد القادم الرد؟ احنا منتظرين الرد، واحنا عارفين الرد هيبقى ما فيش حاجه برضه، لان دي مش اول مره. دي يعتبر وقفات تعدي 60 وقفه. ماشي. وما فيش رد ايجابي
او اي واحد من المعتقلين دول جابوا له تهمه معينه قالوا مثلا فلان متهم بكذا، مفيش. شكرا شكرا لله.